بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 40 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول حفظكم الله، ما المقصود بالأمانة التي وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ هل تشمل الأمانة المادية أم تشمل جميع ما يملكه المسلم في حياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. المراد بالأمانة في هذه الآية كما قال أهل العلم أمانة التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي، فهذه هي الأمانة، بأن يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه. الله ائتمنه على دينه، فهو يجب عليه أن يقوم بذلك. ولعظم هذه الأمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إيجاب. فلما سألت ماذا علينا، قال: إذا وفيتم لكم الأجر، وإذا لم توفوا عليكم الإثم. فآثروا السلامة وقالوا وتبرأوا منها. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقنا، يعني خفنا منها، والجبال خفنا منها ومن مسؤوليتها. فهم آثروا السلامة على الغنيمة. وحملها الإنسان وهو آدم وذريته، آثروا الغنيمة على الخطر والإثم. ولهذا قال: إنه أي الإنسان كان ظلوما جهولا، يعني أنه آثر الغنيمة ونسي ما يقابلها من الإثم إذا ضيع شيئا أو ضيعها. هذا من جهل الإنسان وطمعه، ولا يتدل على عظم هذه الأمانة. ولهذا قال بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فانقسم الناس نحو هذه الأمانة 3 أقسام: منهم من حملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات، ومنهم من ضيعها ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات، ومنهم من تحملها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون والمنافقات. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر أو فقرته الآخرة في هذا السؤال حفظكم الله، يسأل يقول: هل الأمانة أيضا تشمل تربية الأبناء والمحافظة عليهم في دينهم ودنياهم؟ نعم، لكن ليست هي المقصودة بها. نعم، تدخل في الأمانة من ناحية الوجوب، وجوب تربية الأولاد، هذا واجب، فهي تدخل من هذه الناحية. وأيضا الآيات الأخرى: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وإن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهي تشمل أيضا الودائع، وتشمل الأسرار التي بين الناس، وتشمل من باب أولى الوظائف. الموظف عليه أمانة أن يقوم بعمل الوظيفة على الوجه المطلوب ولا يضيع عمله. الموظف لا يضيع عمله، لأن هذا أمانة ائتمنه ولي الأمر عليها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الأخير في هذا الموضوع حفظكم الله يقول: أيضا الحلف بالأمانة. الحلف بالأمانة شرك، لا يجوز، جاء النهي عن الحلف بالأمانة بالذات، وهذا من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف إنما يكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يكون بمخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. أعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا يسأل يقول أبو معاذ، يقول غياب الحكمة التي من أجلها خلق الناس تعتبر من أكبر المشاكل التي يعيشها بعض الناس، لو وجهتم هؤلاء بارك الله فيكم ووضحتم الحكمة من خلقهم. حكمة من خلقهم كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله عز وجل. منهم من عبد الله ومنهم من لم يعبد الله ومنهم من نقص من عبادة الله، فالحكمة هي العبادة كما نص الله عليها في هذه الآية. نعم نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول عن زكاة الغنم، هل تضاف الماعز أيضا في حالة الزكاة، وهل الأفضل تفريد الماعز عن الغنم أم الجمع بينهما؟ الجمع بينهما، كلها غنم يزكي جميعا إذا بلغت النصاب بالماعز وبالشياه، إذا بلغت النصاب فأكثر يزكيها. نعم. يقول سؤاله الآخر: اشتريت غنم ماعز ولم يكتمل النصاب، وقبل نهاية الحول اشتريت ضان وكمل النصاب، هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة من بداية كمالها، يبدأ الحول من كمال النصاب، إذا تم عليها سنة بعد كمال النصاب يزكيها، لكن بشرط أن تكون راعية أكثر الحول من المباح من الكلى والعشب. ما إذا كان يعلفها أكثر الحول أو كل الحول فليس بها زكاة، إلا إذا كان يعدها للتجارة فإنه يزكيها زكاة تجارة، زكاة عروض التجارة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل آخر يقول: إن كثيرا من المناسبات والأعراس والأفراح عند بعض المسلمين اليوم تعج بالمنكرات، من الإسراف في الأطعمة التي ما آل كثير منها إلى النفايات، وإلى الإسراف في اللباس والحلي والزينة، وإلى جلب بعض الأمور التي فيها عصيان لله سبحانه وتعالى، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ صناعة الوليمة على مناسبة الزواج سنة، ولكن من غير إسراف، بل تكون وليمة متوسطة يدعى إليها الأقارب والجيران، وتكون متوسطة ولا يسرف في صناعة الأطعمة الزائدة عن الحاجة فيها، ولكن فيه ما هو أعظم من ذلك أيضا، فيه المنكرات من النساء. نعم. التي تحضر هذه المناسبة يأتينا متبرجات متطيبات ياسيات عاريات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مصيبة عظيمة في هذه المناسبات. وأيضا هذا التصوير الذي ظهر على الناس في مناسبة الزواج، صاروا يصورون الحاضرين ويتباهون بذلك، تصوير حرام كبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد، فما الداعي لهذا التصوير؟ هذا حرام ومنكر، وتبرج النساء هذا منكر آخر. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يتخلل أحيانا هذه الأفراح بعض المنكرات مما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم كما ذكرنا يتخللها منكرات من الرجال ومن النساء، من الرجال بالتصوير ونحوه، ومن النساء بعدم الستر والسفور والتجمل والطيب وغير ذلك، والسهر أيضا. نعم. يسهرون في الأفراح يتركن بيوتهن وأولادهن، هذا أيضا من المنكرات. كان المفروض أنه إذا مضى يعني قدر الحاجة من الوقت أنهم يرجعون إلى بيوتهم وينامون لصلاة الفجر، أما أن يسهروا على القيل والقال وعلى منكرات فالأمر أشد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. أنتقل إلى سؤال آخر. هذا السائل يقول، رمز لاسمه بمحمد من جدة، يقول: عقوق الوالدين وعدم الاستجابة لنصائحهما كثر في الوقت الحاضر وخاصة من الشباب، فما هو توجيهكم؟ نعم هذا أمر محرم، عقوق الوالدين من الكبائر ومرتبته بعد الشرك، كما أن بر الوالدين من أعظم الواجبات بعد حق الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فالعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يفشو في آخر الزمان كما نشاهده الآن، القطيعة والتفرق، تفرق الأسر وابتعاد بعضهم عن بعض، تهاجر بينهم، هذا من أعظم المحرمات. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأعظم القطيعة عقوق الوالدين، حصل الجفا والغلظة بينهم، والوالدان أيضا ضيع تربية الأولاد ومراعاة حقوق الأولاد، صاروا
يرمونهم وهم صغار في دور الرعاية ومع المربيات غير ذلك، وأبوهم لا يعرفهم أيضا إلا أنه يأتي لهم بالطعام والشراب والحاجات، ولكن لا يسأل عن حالهم وعن تربيتهم وعن يتابعهم. هم أمانة في عنقه، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، هذا ضيع الآن. لذلك نشأ العقوق بين الوالدين وبين أولادهم، الوالد لا يراعي أولاده والولد لا يراعي والده، وهذه مصيبة عظيمة. بل ظهر من يقول الآن إنه ليس للوالد سلطة على الولد ولا للأم سلطة، ويقولون ولا للزوج سلطة على زوجته، ويقولون هذا من العنف الأسري، وينفرون من هذا، وينكرون قوامة الرجل على أولاده، وينكرون قوامة الزوج على زوجته، ويقولون هذا من العنف الأسري. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة بعثها المستمع أبو عبد الرحمن من القصيم من عنيزة، يقول: اشترى رجل مني سلعة موصوفة في الذمة بمبلغ 1000 ريال، وهو ما يسمى بعقد السلم، ثم إني اشتريت تلك السلعة من محل تجاري آخر بمبلغ 800 ريال، وبعد شهر سلمتها إلى من عقدت معه العقد الأول، فهل تصح هذه المعاملة؟ نعم، إذا توفرت شروط السلم، لأن سلم الثمن في مجلس العقد، وإذا حل الأجل يؤتى بالمسلم فيه ويسلم لصاحبه، و المسلم فيه منضبط بالصفات، لا بد أن ينضبط بالصفات التي تميزه عن غيره. فإذا توفرت شروط السلم، السلم من أحسن المعاملات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وفي التفسير أن المراد بالدين هنا دين السلم، لأنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليت الناس يعملون بالسلم ويسلمون من الربا، التمويل الربوي للمؤسسات والشركات وحاجة المحتاج أيضا، ليتهم يأخذون بالسلم الذي هو عقد شرعي نزيه، ويبتعدون عن الربا. نعم. من أسئلة أبو عبد الرحمن 3، السؤال الثاني يقول: عقد رجل على امرأة على مقدم صداق ومؤخر، وكان قدر المؤخر 30,000 ريال، وبعد أن دخل بها حصل خلاف بينهما أدى إلى الطلاق، فلما أراد دفع المؤخر خصم منه 5,000 ريال قيمة هدايا وما إلى ذلك. يسأل يقول: فهل خصمه لهذا المبلغ من المؤخر صحيح، وهل هو جائز؟ هذا حرام ولا يجوز له، يجب عليه أن يدفع لها مهرها كاملا إلا ما سمحت به نفسها، ولا ينقص منه شيئا. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة آتوهن أجورهن. فلا يجوز أن يتزوجها على صداق ثم يبخسه وينقصه إلا ما سمحت به نفسها. قوله تعالى: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. نعم. يقول: صحة الحديث أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها؟ نعم، الهدايا التي من أجل النكاح أو ما يعد به الزوج زوجته أن يعطيها إياه، كل هذا يدخل في الصداق. نعم. سؤاله الأخير يقول: شخص عنده أرض قد عرضها للبيع بغرض الربح، وقبل تمام الحول عليها احتاج إلى المال، فطلب من صاحب المكتب العقاري أن يبيعها ولو برأس مالها أو أقل من ذلك، فهل على هذه الأرض زكاة؟ إذا باعها قبل تمام الحول عليها من ملكيته لها وأصرف ثمنها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها، أما لو بقي ثمنها عنده أو بعضه وحال عليه الحول فإنه يزكي الثمن، يعني يخرج منه ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو وليد الخثعمي من المنطقة الجنوبية، حيث يقول: لدينا مقبرة ونبت فيها برشومي ومنزلنا مجاور لها، ما حكم أكل هذه الثمار التي في المقبرة؟ لا بأس بذلك، ولو قطعت هذه الأشجار عن المقبرة لكان ذلك أحسن، لأنها يحصل منها إساءة على الأموات، تطرق الناس ودخولهم في المقبرة من أجل أخذ هذا الثمر. نعم. أحسن الله إليكم. مدريس من تبوك تقول: بارك الله فيكم، ما هي الوسائل التي تعين المسلم والمسلمة
على الطاعة، حيث أنني أحس في نفسي فتور في طاعة الله سبحانه وتعالى. الوسائل التي تعين على ذلك أعظمها النية الصالحة، يعني ينوي الإنسان من فعل الخير ويعزم عليه ويعود نفسه عليه حتى تعتاده وتألفه، ويجالس الصالحين ليقتدي بهم، ويقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يرغبه في فعل الطاعات. نعم، أحسن الله إليكم. هذا ياسر بن عبد الرحمن الروقي من القصيم، يقول: اشتريت من شخص بيتا بمبلغ 500,000 ريال، ولما أردت تسليم المبلغ له قال لي انتظر حتى تتم إجراءات البيع، وقد بقي على تمام حول هذا المبلغ قرابة الشهر، فعلى من تكون زكاة هذا المبلغ إذا تم حوله؟ زكاته عليك، لأنك ما أخرجته عن ملكك ولا قبضه صاحب البيت، فهو ما زال على ملكك حتى تم عليه الحول فتزكيه. نعم. أم عبد المجيد سائلة تقول: اشترى رجل من آخر ماشية، ولما اتفقنا على السعر قال المشتري للبائع: إذا وجدت في هذه الماشية عيبا بعد شهر أو شهرين فسأنقص من ثمن التي فيها العيب 100 ريال، فهل يصح ذلك؟ هذا غير صحيح. النقص يكون بقدر ما ينقص القيمة، وما يسمى بالأرش، فإذا تبين فيها عيب فإنه يخير المشتري بين أن يردها ويأخذ الثمن أو يمسكها ويأخذ أرش العيب، وهو مقدار ما بين الصحة والنقص في السلعة، أو ما بين السلامة من العيب ووجود العيب فيها، هذا هو الأرش. ثمن معيبة وثمن سليمة، وما بين القيمتين هو أرش العيب. نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر والأخير في هذه الرسالة، أم عبد المجيد تقول: أردت إجراء عملية جراحية لإزالة الدهون من جسمي، إلا أن الأطباء قالوا لي إن فيها نسبة خطر، لكن إذا حصل الخطر بإذن الله فيمكن إجراء عملية أخرى لإزالة هذا الخطر، فهل يجوز لي إجراء هذه العملية، وهل هذا من تغيير خلق الله؟ هذا من العلاج وليس من تغيير خلق الله، ولكن إذا كانت هذه الدهون ليس فيها مضرة عليك وتتحملينها، فالأولى أن لا تجري عملية، لأن فيها كما ذكر من المخاطرة. أما إذا كنت لا تصبرين على هذه الدهون وتضر بصحتك، فتوكلي على الله وأجري العملية. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة الذي يسأل، يقول: ما هي سنن الرواتب، وما حكم من قطعها وهو كان معتادا عليها؟ سنن الرواتب مؤكدة، من السنن المؤكدة، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، وهذا أحسن، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، وهما آكد الرواتب. راتبة الفجر هي آكد الرواتب، ولا يداوم على تركها، لكن لو تركها بعض الأحيان ليس عليه إثم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام أيها الإخوة والأخوات، نأتي لختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي الختام أيضا هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.